أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم اللي راح نتحدث به عن واحدة من أجمل لحظات ممكن تكون لما نشاهد العلم العراقي يرفع كأكبر علم دولة وأيضا يضاف على لائحة غينيس للأرقام القياسية، خصوصا بعد ما حطم الطيار العراقي حسين الشيحاني والزميل المظلي أحمد وجدي يوم 29 من مارس الماضي الرقم القياسي العالمي برفع أكبر علم محمول على طائرة شراعية بطول أكثر من 21 متر وعرض أكثر من 12 متر. طبعا بهذا المجهود نجح بتسجيل الرقم القياسي العالمي اللي سجلته موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال الطيران بأكبر علم دولة وهو علم العراق الحبيب وعلى طائرة شراعية مثل ما قلنا بمحرك واحد. طبعا ويمثل هذا النوع من الطيران الشراعي تحدي كبير، خصوصا انهم تمكنوا من اجتياز هذا التحدي وحلقوا بعلم مساحته تبلغ اكثر من 270 متر مربع، مما يجعل موسوعه غينيس للارقام القياسيه تعتمد العلم العراقي كاكبر علم دوله. طبعا راح نتحدث اكثر عن هذا الموضوع وعن هذا الانجاز مع الضيفين الابطال. يسعد صباحك استاذ حسين واستاذ احمد. اهلا وسهلا. اهلا بكم كابتن. اهلا بك كابتن احمد، حياكم الله. طبعا كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله. حياكم الله، انستم وشرفتم. نعم، اليوم كابتن انتم سويتوا منجز جميل، هو انه دخل العلم العراقي بموسوعه غينيس كاكبر علم يحمل على طائره شراعيه. فشكرا الى كابتن حسين الشيحاني وايضا كابتن احمد على هذا المنجز وحياكم الله. ممكن انه تحكوا لنا بمستهل وانه بنتحدث عن هذه الاشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمتابعينا الكرام، ونغتنم الفرصة لنزف التهاني والتبريكات إلى العالم الإسلامي عموما وإلى شعبنا العراقي في مناسبة عيد الغدير الأغار. نسأل الله تعالى أن يجعلها مناسبة للتآخي وزيادة الأواصر الوطنية ما بين أبناء الشعب العراقي. آمين رب العالمين. حقيقة الرقم القياسي اللي سجلناه، يعني احنا مو رقم قياسي مثلا فد مجموعة اللي هم يتساوون مثلا بالقدرات الفنية والمهارات والقدرات المادية ومثلا واحد منهم يفوز، لا، احنا اليوم يعني امام هذا العالم المفتوح امام قدرات فنية هائلة، يعني موجودة في الدول الأوروبية وامريكا ودول الخليج، ايران، تركيا، امام امكانات مادية هائلة مرصودة في هذه الدول، مثلا وعلى مقدمتها مثلا دولة قطر، يعني ما تبذله لجنة الرياضات الجوية هناك، ونأتي بإمكاناتنا البسيطة. يعني أنا لما أقول أمام إمكانات فنية هائلة، يعني في الدول الأوروبية بعض الدول وصلت إلى مراحل أنه أصبح عندها مدربين وماستر مدربين، في حين في ذاك الحين يعني بعد لا زالت الرياضة الطيران الشراعي بعد غير رائجة في بلدنا. نعم. وإمكاناتنا الذاتية نجي يعني نضع فد برنامج علمي و يعني بفد نوع من التزامن، اليوم نسوي كذا بعد أسبوع نسوي كذا، ونتدرج بتدريبات علمية ووفق استشارات، يعني اعتمدنا على استشارات فنية من خارج العراق إلى أن نصل إلى ذروتها أن نحقق هذا الطيران اللي هو أكبر علم اللي هو 270. طبعا خاصية الطيران الشراعي أكو فد محدودية بالتصرفات وسحب الراية إلى آخره. فهنا اللي حققنا يعني هو كان يعني ملفت للنظر، بحيث أنه تعجز أمامه بعض الفرق الرياضية وبعض الدول على تحقيقه، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طبعا كل التوفيق لكم ومزيد من الأرقام إن شاء الله، لكن أنا بالبداية أريد أعرف الفكرة كفكرة اليوم رفع علم عراقي بهذا الطول بهذا الحجم كيف تكونت؟ كنتوا بفريق ممكن فكرتوا سوا؟ كانت هو فكرتك وحدك وحبيت انه يكون الرقم لشخص واحد دون فريق له؟ لا، هي اصل الفكره كانت اول ما خرجت انه فكره تحقيق رقم. نعم. يعني تحقيق رقم بشكل عام. نعم. الفكره يعني مبعثها البدايه هي كانت من زميلي الكابتن احمد، كانت عنده فد يعني جمله من الافكار اللي احنا بعضها هسه جاي يعني نشتغل عليها، بس تحتاج لها يعني وقت طويل ذيك. فقلت له انا الشيء اللي حاضر عندي يعني وفق المهاره
لان باعتبار يعني هسه من اقول من بركات رايه الامام الحسين، يعني انا ما اقصد الجانب الروحي قدر ما يعني اقصد الجانب الفني التدريبي، انه انا من كنت اطير من عام 2014 و15 اللي هي رحله ما بين محافظه النجف الاشرف الى كربلاء المقدسه برايه يعني تترافق مع 40 الامام الحسين، وكل سنه اكبر هذه الرايه هي كانت بمثابه التدريب. بالضبط كانت بمثابه التدريب، وكانت الفكره اصلا يعني موجوده في رفع هكذا علم وواصل انه انا الى مرحله 100 متر، فقلت له خلي نبحث انه اكبر علم محمول بالطائره الشراعيه، فوجدنا انه العلم المصري يعني مؤشر له بصوره غير رسميه لانه ما رافع ادله متكامله وما مكتمله و100 متر مربع. نعم. فقررنا احنا حتى نحقق رقم، خلينا احنا ببالنا انه نحقق الرقم 300، لان احنا اذا ما نخلي الرقم 300 ما نوصل لل 270 صراحه، يعني لو مخلينا مثلا احنا نكسر هذا الرقم ب 150 يمكن نبقى نراوح بنفسنا وما نتخطى ال 100. فبدينا هذه التدريبات الى ان وصلنا لله الحمد، طبعا مع فتصرف كلش هائل اعلام، يعني نتدرب بعلم حجم ولحد ما نتقن نكبر العلم، وهكذا محاكاة طيران 8 مرات سوينا برافعات كلش ضخمة يعني حتى نكون نحافظ على سلامتنا، وخرجنا بهذه النتيجة. نعم شكرا لكم، أكيد جهد مباركة. كابتن أحمد حدث لي شلون تم التنسيق وكيف تواصلتوا مع موسوعة جينيس حتى يسجل هذا الرقم بصفر رسمي؟ التواصل مع موسوعة جينيس كان شيء رسمي عن طريق الإيميل. نعم. أنا تواصلت وياهم بالبداية. نعم. عن الأرقام الموجودة شنو ممكن نحققه إحنا، نفس ما قال كابتن حسين إنه أكو رقم مصري كان موجود اللي هو 100 متر مربع. جينيس طبعا يتقبلون إنه تكسر الرقم 5 أمتار أو 10 أمتار. نعم. هذا الشيء ممكن. نعم. بس نفس ما قال كابتن حسين إنه إحنا فكرنا لا نكسره بطريقة أكبر من هذا الشيء حتى يكون شيء ملفت. فاشتغلنا على الموضوع بعد محاولات كثيرة، بعد ما أنه سوينا محاكات نفس ما قال، تدربنا على الموضوع فترة تقريبا 1.5 سنة، وهذا كل 1.5 سنة أنا متواصل مع جينيس يعني أدزلهم أدلة. والتدريب مستمر بهذا 1.5 سنة؟ أي نعم التدريب مستمر. طبعا جينيس بغير دول تقدر تجيب حكم من جينيس يجي. نعم. يشوف الفعالية قدام عينه ويحكم عليها مباشرة يعطيك الشهادة. نعم. الشيء للاسف انه صار انه قالوا انتم بالعراق منطقه خطره. نعم. فما نقدر ندز لكم حكم، استعملوا النموذج الثاني اللي هو الاونلاين. نعم. فنموذج الاونلاين يتطلب شروط اكثر، شروط اصعب من انه يجيك حكم تعرف، يجيك حكم. نعم. مباشره يشوف ويوافق يشاهد بعينه، بينما الاونلاين تعرف نحتاج كاميرات مستمره، بث مباشر وياهم مستمر لاداء الفعاليه. اي اكثر الجو. اكثر من زاويه استعملناها. نعم. درون وزاويات بالطائره وزاويه ارضيه وغيرها. لازم نجيب أشخاص موثوقين من جينيس، موثوقين همين. جبنا أشخاص رسميين، مهندس مساح أخذ قياسات العلم كله مصور وأرسلناه جينيس. بعد فترة تقريبا 8 أسابيع أو 10 أسابيع جينيس ردوا علينا وقالوا نحتاج فد معلومات أكثر وأشياء أكثر، ورجعنا مرة ثانية عدنا ودزيناهم. هاي كلها فترة تقريبا 3 أشهر. يوم 7/6 تقريبا دزوا لي جينيس ايميل وقالوا احنا وافقنا على الرقم القياسي هذا، كل الادله اللي دزيتونا اياها كانت ناجحه وموافيه للشروط. الحمد لله. الحمد لله. كان خبر مفرح، اتصلت بكابتن حسين قلت له راح انطيك فد خبر مفرح اليوم. فرحنا جدا بوقتها والحمد لله، يعني نتيجه الجهد والتعب اللي سويناه وصلنا له اخيرا. أكيد. الحمد أكيد. لله. فتره لا قصيره والخطوره. أي. وايضا المخاسر الماليه وغيرها. صحيح. اكيد جهد مبارك لكم. كل التوفيق لكم. طيب احنا هنا تحدثنا عن ممكن بعض الامور الاداريه اللي خاصه بجينيس، لكن انا خلينا نتحدث عن الامور الفنيه والصعوبات اللي واجهتها اثناء الطيران واثناء المحاولات والتدريب. وين كانت الصعوبه تكمن؟ انا مثل ما اسلفت يعني احنا البرنامج اللي وضعناه برنامج علمي. نعم. بالتالي الشروط اللي وضعتها، يعني انا اكمل من حيث انتهى زميلي احمد، الشروط اللي وضعوها انه هي مو بس مجرد انه لازم انت ترسل مواد فيديويه، لازم تكون متصله من بدايه الاقلاع دون ان يخرج من كادر الصوره العلم، يعني العلم من بعده مرزوم بالطائره، تقلع الطائره يفتح بالجو يفصل قبل الهبوط. نعم. ويتم قياسه
هذا كله لازم اكو ثلاث كاميرات تصور، لازم اكو كاميرا درون نعم. تكون هي متحركه وكاميرا محموله معانا بالطائره اللي هي جوبرو ماكس 360 درجه، وكاميرا تكون محموله على ستان وهاند يعني بيدويا نعم. تتنقل حسب الظروف اللي يعني بيئه الميدانيه للعمليه من نطبقها. اضافه الى انه يبدو يعني دخلت بعض الدول وبعض الشخصيات انه تشكك بالموضوع، يبدو كذلك يعني ما خبرونا بس احنا حسينا هذا الشيء، فطلبوا تعزيز للادله. يعني على سبيل المثال المساح لازم احنا نرفع الشهاده مالته وشهاده لازم موثقه، والشخصيات اللي جايبينهم لازم يكونون شخصيات حياديين، يعني جبنا من وزاره البيئه، جبنا من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، والولد اللي هو استاذ جعفر اللي هو معتمد من قبل القضاء في النظر بقضايا حل النزاعات اللي هي تخص المساحة. فاللي جبناهم يعني الشروط اللي وضعناها احنا على نفسنا. اضف الى ذلك اللايسنسات اللي نحملها، لازم الطيار يكون يحمل رخصة دولية معترف بها، ولهذا انه هاي خلال التدريبات انه انا حضرت لازم احصل رخصة من الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، وهي لازالت الرخصة الوحيدة بالعراق اللي هو طيار باراترايك تجاري تندم، والوحيده لحد الان هي اللي هي مؤرشفه في سلطه الطيران المدني. هذه كلها المقدمات يعني هي هذه اللي كانت الصعوبات تكمن. احنا الصعوبات الفنيه الحمد لله يعني وفق البرنامج العلمي اللي احنا وضعناه لنفسنا والتسلسل مره واحده، يعني طبعا زياده الثقه هي يعني زياده الثقه، الافراط في الثقه بالنفس بهذه الرياضه تكون قاتله. يعني واحدة منهن يعني أنا ما أخفيها يعني رادة تصير إصابة بإيد أحمد، لأنه هو مثلا في يومها ما لبس الكف اللي هو بمواصفات معينة وهو يفتح العلم بالجو، لأن يعني فتحت يعني أخطر لحظة تمر علينا اللي هي لحظة فتح العلم. يعني أنا عندي إدارة مع المظلة والمحرك، لازم وين أنطي هنا باور للمحرك، وين أسحب بكرات القيادة بحيث لا يصير انهيار بالمظلة، وهو وين أنه يمتص زخم الحبل حتى ما تصل الاهتزازات للمعدات وتسوي لنا فد مشكله بالجو. الحمد لله يعني هذه كلها تخطيناها، يعني ما كانت مشاكل بمعنى المشاكل بقدر ما كانت هي بعض الظروف اللي احنا لازم نواجهها برفع المهاره. نعم اكيد، يمكن يوم البارحه كان عندكم رفع لرايه عيد الغدير. نعم. فوق ضريح امير المؤمنين هكذا. نعم. كانت الامور. يمكن كانت وياك بنتك؟ اي طبعا، هي طبعا بنتي ايضا هي مدربه على فتح الرايه، واغلب يعني الطيرانات الخطره مثلا في سماء مدينه الصدر طارت وياي قبلها باربعه ايام، كان المهرجان الدولي لاحياء يوم الغدير الاغار في ملعب الحبيبيه ايضا. نعم. هي كانت رافقتنا بالطيران. تعرف احنا لما طرنا بعلم 270 متر بعدين من اجي اطير بعلم 50 متر، هو يعتبر يعني علم ضخم، يعني كل الحالات العلم البارحة اللي لكل جو ولكل وزن ولكل مساحة ظروفها مال عيد الغدير، العلم الأبيض. نعم. اللي طرت. نعم. به كان مساحته 52 متر اللي هي مساوية لسنين عمري. نعم. عمر كله يا رب. فتكون سهولة يعني مثل ما أنت تهيئ نفسك نفسيا أنه تروح مثلا المحافظة ميسان، فتشوف أنه أنت راح تمر للصويرة خلال سالفتين تسولف ويا السائق، يعني تشوف الصويرة كأنما بصف بغداد. نعم. بس أنت لو تريد تروح للصويرة تشوف أوه لازم تمر على عدة مناطق على الله. وهكذا يعني حتى بهذا تشكيل العلم، يعني أنه هو مو بس مجرد سجلنا رقم، أنه هسه صارت عندنا سهولة ومهارة أنه نرفع أعلام بمساحات تصل إلى 50 متر وتعتبر سهلة وتعتبر رحلة اعتيادية وكأنما أنا ما فاتح علم. صحيح. جميل جدا. كابتن أحمد، خلينا نتحدث عن أنه دائما إحنا لما نوصل مرحلة نفكر بالمرحلة اللي بعدها. أي نعم. فما أعتقد أنت راح توقف لحد هنا، أريد أعرف الطموحات المستقبلية اللي ممكن راسم لها أو مخطط لها مستقبلا. والله أغلب الخطط اللي إحنا نشتغل عليها إذا أنا شخصيا أو أنا وكابتن حسين فهي تصب مصلحة الرياضة ومصلحة شكل الرياضة بالعراق إلى خارج العراق. أطلع أنا خارج العراق وأسوي مهرجانات أو أقفز مكان أو أسافر مكان، ما أشوف ردة الفعل اللي أتمناها أنا. نعم. بالنسبة للعراقيين يعني ما أشوف أنه الانبهار مثل نادي قطر، نادي البحرين للقفز المظلي أو غيره. فأمنيتي أنه الفرق الرياضية والأندية الرياضية العراقية تطور من نفسها وتتطور، طبعا ممكن بدعم من الحكومة أو دعم من مستثمرين أو غيرها، حتى نوصل احنا
انه نرفع اسم العراق على الاقل، مو اسم شخصي، اسم العراق قدام بقيه الدول، انه احنا بلد عندنا مهارات. طبعا المهارات موجوده بس الامكانيات ممكن الماديه، الامكانيات يعني المعنويه ممكن قليله، بس المهارات موجوده. اشوف شباب هواي حاليا بالعراق عندهم مهارات يعني ما شاء الله عليهم وانجازات قويه، بس ما نشوف الشيء اللي احنا نتمناه، ما نشوف ردة الفعل من الجمهور على الاقل. يعني نشوف مثلا على السوشيال ميديا انه الجمهور ما مهتمين حيل بالرياضه وبالانجازات اللي الشباب يسووها مثل ما يهتمون بغير اشياء. ف يعني واحده من امنياتي طبعا، عدا انه هاي امنيه مو شخصيه، هاي امنيه خلينا نقول وطنيه اكثر ما انه هي شخصيه، انه كل الرياضيين الموجودين، كل الفنانين مو بس الرياضيين، يحصلون الشيء اللي هم يتمنون ويبينون صوره حلوه للبلد قدام بقيه البلدان. شخصيا على الصعيد الشخصي نفس ما قال كابتن حسين، كان عندنا مجموعة من أفكار على أرقام قياسية قبل نسجل هذا الرقم القياسي. إحنا حاليا بصدد أنه ندخل برقم قياسي جديد إن شاء الله، جاي نفكر بهذا الموضوع، حاطين خطة عالية إن شاء الله، شيء مختلف عن الشيء السابق. إن شاء الله نسولف عليه ونتدرب عليه. مع ذلك بالإضافة إلى إحنا مفكرين أنه نسوي فعاليات مختلفة عن الموجودة بالعراق، ممكن ندخل رياضة جديدة للعراق إن شاء الله، وهذا الشيء إحنا حاطين إلى خطة. طبعا موسوعة جينيس والإنجاز اللي حققناه انطانا دافع معنوي كبير وثقة أكثر بنفسنا بالإنجازات اللي ممكن نسويها. يعني أنا اليوم بنشوف دائما أرقام متكررة ونجاحات متكررة لكم. الحمد لله. نعم كابتن حسين، شنو سبب اختيارك الكابتن أحمد بهذه المهمة؟ والله كابتن أحمد يعني بميزات كلش رائعة، ولعله يعني يندر أن اليوم يعني شهادتي به مجروحة، وخصوصا يعني في وجوده. يعني أولا هو في جانب يعني الجانب المراسلات وكذا مع الجينيس، يعني أبدى فد مهارة كلش عالية وبذل مجهود استثنائي. عامل اللغة اللي تتوفر عنده، يعني هو يعني ينطق أكثر من لغة ما شاء الله، اللي اللغات اللي أنا ما أنطق، مثل أنا أنطق الفارسية يعني محترف بها، هو مثلا بالإنجليزية ولغات أخرى. أضاف أنه هو الاندفاع والثقة بالنفس، يعني التدرج، يعني التدرج اللي هو حصل بدايته يعني ضمن فئة عمرية وهو صار قافز مظلي وحصل على رخصة، يعني هذه مو سهلة، ما يعني نادرا ألقى هيك شخص. أضف إلى هذا يعني عملية التفاهم يعني اللي بيناتنا، يعني اليوم مثلا أنه إذا أتكلم عن نفسي أنه ممكن أنه أجري هذا الرقم مع شخص آخر، من ناحية الفنية ممكن، بس من ناحية الأخلاقية ما ممكن. فأضافة إلى يعني الائتمان، يعني صورة الأمان اللي هو اطلع على أسرار أنه شلون نرزم الراية، شلون نربط الراية، شلون نفصلها. يعني هو ممكن أنه يروح مع طيار آخر، هم ممكن يعني من ناحية الفنية ممكن أنه طيار آخر يتدرب ويحصلون على هذا الرقم. فهاي الميزات اللي هو أهم ما بالموضوع حقيقة، اللي هو الإيمان بقدراتك. يعني أنت متى ما يعني صرت مؤمن بقدراتك راح تنفذ اللي يعني اليوم كثير من القدرات اللي موجودة على الصعيد الرياضي، على الصعيد الفني. يعني البلد يسخر بإمكانات بشرية كلش هائلة يحتاج لها، انه الشخص اول شيء يؤمن بذاته وقدراته، ويوجد من يؤمن بهاي القدرات وينميها. يعني حقيقه مثلا لما كنا احنا نسولف وكنا في مرحله التدريبات ونقول يابا يا اتحاد جوي خاطب مثلا مكتب رئيس الوزراء انه احنا راح نحقق، يعني البعض كانوا يستهزئ، بس اكو مثلا فد شخص خيرين خاطبه بالضبط، وبالتالي كرمنا مكتب رئيس الوزراء واحنا في مرحله التحضيرات. يعني كرمنا كل واحد مبلغ مالي، صحيح هو لا يساوي شيء امام التجهيزات وامام الصرف، بس بالتالي انه هو يكفي انه هو عنده ايمان بقدراتنا على ان نحقق. طبعا وهذه كانت هي فد مسؤوليه اضافيه حملتنا على ان نمضي ونكون اكثر جديه بان نحقق هذا الرقم. كل التوفيق لكم. أحمد، سؤال أخير، أنه تحدثت عن ممكن أهداف، ممكن طموحاتك المستقبلية، ممكن أشياء اللي أنت تتمناها فيما يخص هذه الرياضة بالذات، وممكن أنه أنت مقبل على إدخال رياضة جديدة.
شنو اللي تحتاجه هذه الطموحات، شنو اللي تحتاجه هذه الأهداف اليوم والمتطلبات؟ والله إحنا الرياضات اللي نأديها أغلبها هي تعتمد على المادة بشكل كبير، يعني معدات طائرات وسفر للخارج رخص وغيرها وغيرها وغيرها، فأغلبها تحتاج تكاليف مادية ممكن تكون عالية مقابل الرياضات البقية، طبعا عدا الإمكانيات البشرية اللي هي إمكانيات يعني أنه أنا شنو إمكانياتي، شنو أقدر أسوي، شنو أقدر أوصل له، هذا شيء منتهين من عنده. بس أنت سألتيني شنو أحتاج، فأكيد الإمكانيات المادية هي عامل كبير. مع ذلك نشتغل بالشيء اللي عندنا والقدرات اللي عندنا، ونفس ما قال كابتن حسين، الشخص لما يكون مؤمن بنفسه مؤمن بقدراته يقدر يوصل فد مكان. أنا قبل سنة ما كنت أتوقع أنه ممكن أوصل هذا المكان، فممكن السنة الجاية أنا مكان ما أتوقع حالياً أنه راح أوصل له. كل التوفيق لكم، يا رب توصل كل التوفيق. طبعاً فد إضافة يعني كلش مهمة، يعني مسألة تحقيق الرقم، يعني اكو مسألتين احنا يعني حققناها بهذا المسألة، لعله اليوم الوصول إلى المناصب، الوصول إلى فد مكان معين، يعني تدخل به مسألة المحسوبية، تدخل به مسألة الواسطة. بس ذني مسألتين للاتحاد الدولي للرياضات الجوية، لما أديت الامتحان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكنا 10 أشخاص نمتحن، كانت الدرجة من 20، أنا كنت حصلت على أعلى درجة بهم 19 من 20، ما شاء الله. بينما اللي بعده هو يعني الثاني هو حاصل على درجة 15، وكانوا صارمين بالأسئلة والتدقيق. أضف إلى هذا مثلا موسوعة جنس، يعني كانت صارمة إلى يعني حد التطرف يعني معانا، بحيث أنه ما تقبل مثلا مسألة محسوبية أو كذا أو خواطر. يعني هذا المهم بالموضوع، واضح أكيد هذه الأرقام مسجلة وإلها في التواريخ، ما من الممكن أنه يكون بها في التلاعب. طبعا الحاصلين على جائزة موسوعة جنس الأرقام القياسية برفع أكبر علم على طائرة شراعية، شكرا إلى كابتن حسين، وأيضا شكرا إلى كابتن أحمد، ضيفين عزيزين أو ضيفان عزيزان في صباح الخير يا عراق، أنا نورتكم وأنستم وشرفتكم. الله يحفظك. شكرا. شرفتم كابتن.